الناس كلهم غادي يتشاركوا كل شيء، بغا يتقيد كل شيء. هذه حنا بغينا نديروا داك الشيء اللي علينا. دابا راه طلبوا لي دابا واحد الورقه جبتها عمرتها في الجامعه، قالوا لي سير المقاطعه باش ما غادي تدفعها باش يعطوك النمره ديالك. انا ما قريت في الانترنت، قال لك هذه النمره باش با الا بغيتي شي، قال لك غادي تدخلها في البنك وما عرفتش كيقولوا داك الشيء، باش الا بغيتي تدفع في شي بلاصه بلا ما تبقاش دير الاوراق وداك الشيء، داك النمره تقضي حاجه. قال لك الدعم ماشي دابا، حتى دابا هذا الشيء غيتحصاو وغادي يشوفوا شكون وملي غادي يديروا داك الشيء غادي يشوفوا شكون اللي عنده حق شكون اللي ما عندوش حق شكون. هذا الشيء اللي عرفت انا مزيانه قويه مران صحابني. انا دابا باش بكذوب ولا بصح، انا دابا ارمال ما عنديش باش نعيش، الراجل كان على حجام، واش هذا الشيء بصح ولا كذبوا عليا؟ طلبوا لي لاكارت ناسيونال ونعمر واحد الورقه ولاكارت الاصيليه صافي. الله يكثر خيره ولا دار هذا الخير، الله يكثر خيره، كنشكره بزاف 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 عاد، الله يخلي لينا الله ينصرو لينا. باقي يلاه غادي نمشي ندفع الورقه، سمعتي؟ باقي ما عرفتش الطريقه باش كيتعاملوا، يلاه صيغ الاخبار انا غادي نمشي ندفع الاوراق بحالي بحال عباد الله. الدري ولي اللي قالها لي قال لي راه كاين هاكين هاكين، والله صوبت هاد خرجت الورقه من السيبر وعمرتها دابا هنا في السيبر، والله اعلم، والله ما عرف شي حاجه بالله. ما كانت صنت لا اخبار لا والو، سمعتي؟ المهم حيت كاين برنامج ديال اخ نوش مخرج، برنامج قال لك غادي يعاونوا الضعفاء وغادي يخرجوا لهم منحه شهريه وهذه وهذه، وكنتسناو ذاك البرنامج اللي قرر اخ نوش يطبقوا على 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 الارض. قال لك تيتقيدوا، ما عرفتش واش غياخذ، واش ما عرفتش. قال لي صرت قايده في مقاطعه، قال لي كل الحومه مقاطعه ديالها. دابا انا غادي نمشي المقاطعه فرحاني. ايوا واش غندير؟ محتاجين، انا ما عندي لا راجل لا وليدات لا والو. انا كاريه بيت ب 20000 ريال، مره نخدم مره نبرك مره اللي ربح مره اجابها عبادنا سيدنا الله يخلف عليه يعطيه صحيحته. جيت اخويا نتقيد وتعاملوا معايا الناس، قيدوني انا الاول وبخير والله يخلف على الملك. اللي عطاونا مرحبا، عطاونا 1000 ريال مرحبا، عطاونا 600 ريال مرحبا، وخا يزيدوا في الزيج وخا يزيدوا في السكر وخا يبقاو يزيدوا في الفانيد وخا يزيدوا في اي حاجه طفيطه مسكه، فاش ما جاونا مرحبا بهم. اللي عطاوا لنا الله يخلف عليهم.